السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده غوين المملكة تزاوج النعام ناس كتيرة بتسأل عن تربية النعام وبتبيض كم بيضة وامتى بتبيض وازاي تربيته فانا هعمل لكم سلسلة حلقات كده عن كيفية تربية النعام في الصيف وفي الشتاء وامتى الموسم بتاعه ما شاء الله الدكر ده كبير مخصب يعني دكر يخصب الان النعام بيشتغل على سن تلات سنين والأنثى سنتين ونص أو الذكر تلات سنين ونص كمان للأفضل علشان تضمن التخصيب بتاعه فيلا بينا عشان ما تقولش عليكم نبدأ الحلقة بتاعتنا مع النعام يا غوين المملكة أنا ناس كتيرة سألتني يعني عايزة تربي نعام أو تبدأ في مشروع النعام جنب الدجاج الزينة والطيور فمشروع النعام جميل جدا و. هعرض لكم الوقت التزاوج النعام ذكر النعام لازم بيتجوز الانثى يومي مش زي الدجاج هو عكس الدجاج خالص فاحنا بنفضل كل ذكر مع اتنين اناث بزياده قوي تلات اناث الانثى بتجيب بيضه كل 48 ساعه يعني يومين صح يوم ويوم نفس الدجاج بالظبط على فكره ما هو الدجاج برضو بتبيض يوم وبتفوت يوم احنا لسه جايبين البيضه من عندهم اهو دي الاناث طيب احنا سايبينهم كده ليه لان الملعب كبير وسايبين جوز دكار مع ست اناث تمام لكن هنقسم الملعب ده كله ح... حواجز اه هيبقى زي كده زي الدكر اللي جوه ده كده ايه رايكم في اللمة بقى ده دكر اهو اهو طبعا المعلومات ده انا واخدها من عم شعبان هو خبرة عني في النعام انتوا عارفين ان انا ما كنتش هاوي نعم خالص فكل واحد في مجاله يا جماعة دكتور في مجاله فهو يقدر يربح من النعام احنا نقدر نربح من الدجاج كده في برضو كل مربي بط ووز وانارب والحاجات دي ولو فاهم فهيعرف يربح منه ليه هي الحاجة دي مجاله ومهنته ويقدر يشتغل فيه وعارف المربين بتوعه وعارف هيبيعها لمين وهيشتري من مين هنا النقطه بقى ان الاستمراريه عليها عامل اساسي انك تجيب الحاجه وتستمر فيها يعني مش اليومين دول تجيب نعام ومثلا مره يفشل معاك تروح تجيب حاجه تانية غير طر النعام خالص وتقول اشتغل فيه ما هو برضك هتفشل فيه وهترجع تدور على حاجه تانية فكده مش هتتقدم خط فلازم عشان تكون شغال صح وبرنس لازم الحاجة اللي تشتغل فيها تستمر فيها ما تحاولش تغير الهواية بتاعتك دي او المجال بتاعك دي علشان انت بتكون بدأت تتعرف فيه واحدة واحدة فمش مجرد تجي تتعرف تقوم انت مغير السيستم تاني ده غلط برجاء تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وما تنساش تدعمنا بلايك